التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السابعه بتوقيت غرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصله بالانشطه والمهام التي تنفذها القوات المسلحه للحفاظ على مقدرات الدوله المصريه فضلا عن استعراض الجهود والمواقف المصريه الداعمه للشعب الفلسطيني للتخفيف من الاوضاع الانسانيه المترديه في قطاع غزه اعلنت القوات المسلحه المصريه تنفيذ مصر والاردن والامارات وقطر وفرنسا عمليه اسقاط لاطنان من المساعدات الانسانيه فوق قطاع غزه ولليوم الثالث على التوالي استمر الهلال الاحمر المصري بالشراكه مع الهلال الاحمر الفلسطيني في انهاء انشاء وتسكين مخيم الايواء الثاني بمدينه خان يونس جنوبي قطاع غزه واوضح مصدر مطلع ان مصر تتخذ الاجراءات اللازمه لاقامه معسكر ايواء ثالث للنازحين ومستشفى ميداني داخل قطاع غزه يتضمن غرف عمليات مجهزه وذلك ضمن استجابه الهلال الاحمر المصري للاحداث بقطاع غزه حيث سيوفر المخيم كافه الاحتياجات الاغاثيه والغذائيه والطبيه للمقيمين هذا وتستعد القاهره لاستضافه جوله مفاوضات اخرى غير مباشره بين حركه حماس واسرائيل وفي السياق ذاته اوضح المتحدث باسم الخارجيه القطريه ان الدوحه تضغط بقوه من اجل الموافقه على الاتفاق الذي تم طرحه في باريس بين حماس واسرائيل مضيفا انه لا يوجد اتفاق بين الجانبين حول اي من القضايا الرئيسيه المرتبطه بوقف اطلاق النار في غزه لكنه اعرب عن تفاؤل بلاده بخصوص محادثات الوسط طالب كل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بوضع حد لمعاناه الشعب الفلسطيني وخلال اجتماعهما بقصر الإليزي شدد امير قطر والرئيس الفرنسي على معارضه اي هجوم على رفح واكد الجانبان ضروره زياده المساعدات الانسانيه لتخفيف معاناه المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزه عقد مجلس الامن الدولي جلسه مباحثات لبحث الاوضاع الانسانيه بقطاع غزه وخلال الجلسه قال المندوب الدائم للجزائر لدى الامم المتحده عمار بن جامع ان الصمت الدولي بمثابه منح رخصه لتجويع وقتل الفلسطينيين داعيا مجلس الامن للتحرك لوقف اطلاق النار بشكل عاجل من جانبه حذر برنامج الاغذيه العالمي من مجاعه وشيكه في شمال غزه واوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الاغذيه العالمي كارل سكاو لمجلس الامن الدولي انه ما لم يحدث اي تغيير فان شمال غزه سيواجه مجاعه وشيكه حيث لم تتمكن اي منظمه انسانيه من تقديم المساعدات منذ الثالث والعشرين من يناير الماضي بسبب العدوان الاسرائيلي وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقه من قطاع غزه واوضحت مصادر فلسطينيه ان قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينه غزه ما اسفر عن استشهاد واصابه العشرات من جانبه اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل ضابط وجندي واصابه سبعه اخرين بجروح خطيره في معارك بحي الزيتون ومدينه خان يونس بقطاع غزه حيث اعلنت هيئه البث الاسرائيليه وفاه جنديين من اصل ثلاثين اصيبوا بفطريات سامه خلال العدوان على غزه أعلنت القيادة المركزية اسقاط خمس مسيرات هجومية تابعة لقوات الحوثي بالبحر الأحمر، ومن جانبها أفادت وسائل إعلام حوثية باستهداف غارات أمريكية بريطانية لمواقع في جزيرة لبوان بمحافظة الحديدة، كما أشارت مصادر يمنية إلى وقوع غارة جوية أمريكية على منطقة الجاح الساحلية جنوبي الحديدة وسط تحليق مستمر للطيران. انتهى موجز التاسعة وعودة مرة أخرى لمصطفى وبسانت واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هالة